في عناوين النشرة: الأشرفية تشيع جورج الريف ضحية جريمة الجميزي. دلكي على الطريق ما فيه، دلكي ما فيه. مطمر النعم يتحرر من شاحنات سوكلين والأهالي يحتفلون بإقفاله. كلمتكم يا عدل وأحلى صباح. كلام المطمر سكر ولن يفتح بعد اليوم إلا على أجسادنا. أهالي العسكريين إلى عرسال اليوم وإلى الجرود غدا للقاء المخطوفين. المفتي دريان يصوب على عون في خطبة العيد بحضور سلامة. أن الذين يعطلون المؤسسات هم الظالمون وليس المظلومين. والأسد يصلي في جامع الحمد بدمشق. الله أكبر. فطر سعيد إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بهذا العيد اليوم، وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. بغضب وحزن عارمين شيع أهالي الأشرفي المغدور جورج الريف ضحية طعنات سكين أرداه فيه الجاني طارق يتيم الذي أوقف وأصبح بعهدة القضاء المختص، ولا مطلب للعائلة المفجوعة إلا بإبعاد التدخلات السياسية عن القضاء لينال المجرم عقابه. إجرام من نوع آخر توقف اليوم في مطمر النعم بفضل الأهالي وبلدات الشحار الغربي المتضررة، وهم أعلنوا تحريره من شاحنات سوكلين بعد إقفاله، واصفين اليوم بيوم النصر التاريخي، ومؤكدين بأن الشاحنات لن تعبر إلى المطمر إلا على أجسادهم، على أن معالجة النفايات انتقلت إلى البلديات التي عليها التصرف بإنتاجها من النفايات وإيجاد المطامر البديلة بعد عملية الفرز والمعالجة. أما عيدية أهالي العسكريين لدى جبهة النصرة فهي السماح لهم غدا بمقابلة أبنائهم في جرود عرسال. أما أهالي المخطوفين لدى داعش فقد توجهوا اليوم إلى بلدة عرسال للقاء وجهائها وفعالياتها وحثهم على التوسط للإفراج عن العسكريين المختطفين لديهم. إذن تشيع المواطن جورج الريف في كنيسة مارمتر في الأشرفية، والعائلة تطالب بمحاسبة المجرم من دون تدخلات سياسية. قدامي قتل، قدامي قتل الأزهر، قدامي قدامي قتل الأزهر. هكذا وبلمحة بصر أفقد طارق يتيم عائلة الريف معيلها، ولم يعد جورج بين العائلة المنكوبة التي ما تزال تحت وقع الصدمة من هول الفاجعة. يا حبيبي يا جورج، يا حبيبي يا جورج، يا حبيبي يا جورج، يا تقبرني يا تقبرني. في كنيسة مارمتر في الأشرفية اجتمعوا يودعون جورج الذي قضى بضربات سكين في وضح النهار أمام مرأى ومسمع زوجته ومواطنين لم يتمكنوا من الاقتراب لإنقاذه، أما والدته فلم تعد تملك سوى دموعها. إلى الجنازة حضر الوزير السابق نقول صحناوي مقدما واجب العزاء. قلت لي شو أعمارهم بالأوضة؟ مش قلت لي أنا حسيت إنه مات، بس قلت لي شو أعمار ولادي؟ عرفت إنه مات. قلت لي شو عندي؟ كنت قلت لي أعمارهم انتنبه. طارق يتيم المعروف باسم طارق حبيب أيضا وهو من أصحاب الصوابق ودخل سجن مرات عدة، قيل أنه واحد من مرافقي أنطوان صحناوي عضو جمعية المصارف اللبنانية ورئيس مجلس إدارة بنك سوسيتي جنرال، وترددت معلومات أنه كان من أفراد مجموعة ارتكبت جريمة قتل في منطقة الدكواني ببيروت، كما قام بالاعتداء على أحد الأساتذة في منطقة الأشرفية أيضا ويتعاطى المخدرات باستمرار. وكانت دورية من مديرية الاستخبارات
أوقف تلجان يتيم وبشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص. ولاحقا نفى صحناوي أن يكون يتيم أحد مرافقيه، فيما طالب شقيق الريف بأن تأخذ القضية مجراها القضائي من دون تدخلات سياسية. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن مقتل جورج الريف بالشكل الذي شهد بأم العين هو مأساة كبيرة للجميع وليس فقط لعائلته الصغرى، وطالب جعجع عبر تويتر القضاء اللبناني بإنزال أشد وأقصى العقوبات بمرتكب هذه الجريمة الشنعاء لكي تكون درساً. وإلى تطورات المرتبطة بإقفال مطمر الناعمي، ننتقل مباشرة إلى أمام مدخل المطمر حيث الزميلة رشال كرم توافينا بالتفاصيل. رشال أهلا بك، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يحدد فيها موعد نهائي من قبل الأهالي لإقفال هذا المطمر، هل سيكون هذه المرة حاسم هذا الموعد أم أن ستتكرر يعني مسألة تمديد لسكلين؟ رامز، يبدو أن الأمور تتجه إلى الإيجابية في هذا الموضوع، بمعنى آخر بأن هناك فعلا قرار بأن يتم إقفال هذا المطمر، ولكن كما سبق وقلت أن هناك كان وعود كثيرة في هذا الموضوع، أكثر من 15 قرارا لإقفال هذا المطمر ومن ثم يعود ويفتح. لذلك نرى بأن الأهالي بعد الاحتفالات التي قاموا بها والأغاني الثورية وأيضا الطبول التي قرعت أصروا أن يبقوا هنا، سوف يبتون ليلتهم هنا في هذه المنطقة أمام هذا المطمر حتى أنهم أتوا بالدش الصحن الهوائي للتلفزيون لكي يكون هناك نوع من مشاهدة لهم خلال هذه الفترة سوف يمضونها، لأنهم يقولون بأنه لا يكفي أن يقول فقط وزير البيئة محمد المشنوق بأنه سوف يتم إقفال هذا المطمر، إنما يريدون أن يكون هناك مبادرة أو مرسوم من مجلس الوزراء بهذا الموضوع لينهي هذا الملف نهائيا بشكل نهائي. ولكن كما بات معلوما رامز أن مجلس الوزراء لن ينعقد، قد ينعقد هذا الخميس وقد ينعقد أيضا في الأسبوع المقبل. هل سوف يبقى الأهالي هنا؟ حتى الآن يصرون على هذا الموضوع، هل سوف تكون بعض التدخلات أو بعض المونات لكي يخرجوا من هذا المنطقة وكي فعلا يبقى هذا المطمر مقفلا، أو سوف يعاد فتحه كما جرت العادة طبعا التطورات في الأيام المقبلة. ولكن عدا عن هذه الخيم التي وضعت هنا أمام مطمر الناعمة، هناك مشكلة أخرى رامز، وهي ماذا سوف تقول إليه هذه النفايات؟ طبعا تم الحديث عن البلدية، ولكن هل البلديات مؤهلة؟ بعض الأشخاص أو بعض رؤساء البلديات الذين نعرفهم تم اتصال بهم في منطقة جبل لبنان قالوا بأن يعني حتى الآن لا يعرفون كيف سوف يتصرفون مع هذه النفايات، ما هي الآلية. حتى تحدثنا رامز اليوم، نحن يوم الجمعة، غدا عندما سوف يكون هناك تجميع لهذه النفايات ولن تتمكن من الوصول إلى منطقة الناعمة حيث كانت بالأصل تطمر، سوف تتوجه إلى البلديات، سوف تبقى على الطرقات في الشوارع، ماذا سيكون إليه حالة النفايات في اليوم غد وما بعده في الأسبوع المقبل؟ ريثما تكون هناك فعلا حل جذري هذا الموضوع، أن يكون هناك تنسيق مع البلديات، أن يكون هناك فعلا آلية لكل البلديات لكي يتم حل هذه المشكلة رامز. إذن الأهالي لا يزالون الآن هنا. هل هناك مشاركة من قبل يعني البلديات في هذا الاعتصام أم فقط الجمعيات البيئية والأهالي؟ عفوا رامز، بداية هل هناك مشاركة من رؤساء البلديات في المنطقة أم الأمر يقتصر على الأهالي؟ رامز، كان هناك بعض الجمعيات البيئية، وصل رئيسان بلدية ليس أكثر من ذلك، البلديات المجاورة لهذه المنطقة، تحدثنا معهم يقولون بأن سوف يكون هذا هو البديل، ولكن حتى الآن لا يدركون جيدا ماذا سوف يفعلون بشكل تقني بشكل مهني، لا أن تكون يعني ننتقل من مشكلة إلى مشكلة أخرى. ولكن المفارقة أيضا في هذا الموضوع هي الموضوع السياسي رامز. بداية كان هناك فقط الأعلام اللبنانية، أعلام أيضا الجمعيات البيئية، حضر علم لحزب الاشتراكي، امتعض الآخرون، وصل أيضا علم للحزب الديمقراطي التابع لطلال إرسلان، وكان هناك أوكي أنتم أردتم أن يكون هناك علامة حزبية فلتكن، يعني نحاول قدر المستطاع أن نسحب فتيل السياسة وأن يبقى الموضوع في الجمعيات البيئية في البلديات في أيضا مجلس الوزراء الذي هو وحده سوف يحل هذا الموضوع. كان من المفترض رامز ما هنا إشارة أن يكون هناك اجتماع بين وزير البيئة محمد المشنوق والنائب وليد جملاط، ولكن الوزير جملاط خارج
خارج البلاد، لذلك لن يكون هناك أي اجتماع بهذا الموضوع بمطمر النعمة رامز. شكرا رشال على كل هذه المعلومات، تفاصيل عن أكثر ستكون في تقرير مفصل لك في نشرة الثامنة، وسنستمع إلى المقابلات التي كنت قد أجريتها صبيحة هذا اليوم. المطمر سكر، هذا آخر كلام، المطمر سكر ولن يفتح بعد اليوم إلا على أجسادنا. أهالي الشحار، جوار المكب، بعورتي، عرمون، النعمة، قبر شمون، شويفات، كل الناس موجودين هون اليوم حتى يطلع قرار رسمي من الحكومة المطمر سكر. الحكومة بعد تقريبا 10 أيام ترجع تجتمع، شو بتعملوا؟ المطمر سكر، يصطفلوا. بدك قرار حكومي. نحن بقينا هون 10 أيام. يعني بالسيناريو إذا الشباب ناطرين إنه مجلس الوزراء يأخذ قرار، ما عاد إلا طعم قرارات مجلس الوزراء. هالمطمر طالع فيه 15 قرار بالإغلاق ولم ينفذ. مجلس الوزراء بده يلاقي البديل الحقيقي، وهذا اللي عاجز عنه، وهذا اللي الكرة النار الملتهبة اللي رماها على المتعهدين واللي ناطرين لنشوف هالعروضات اللي قدموها لمجلس المئة والعمار شو في بقلبها. اليوم المجتمع المدني عم بقول كلمته، الكلمة الأخيرة يلي هي لا مجال للعودة إلى الوراء. هو اليوم العيد، كيف الصحة؟ عيد الفطر إن شاء الله بينعاد على الجميع، وعيد تحرير مكب النعمة. اليوم منقول للدولة وينك؟ ليش بعدك غايبة؟ ليش ما بتوضعي خطة وطنية لمعالجة النفايات؟ اليوم هي أول مطمر اليوم عم يتسكر، بعد فيه 730 مطمر بلبنان لازم كلهم يتسكروا وما يضل. مع الجميع نبلش البلديات الفرز من المصدر، هذا هو الحل الوحيد، خلي الدولة تتبنى هالحل اللي ما قلنا غيره. وفلتكن المعالجة مش على كاهل خزينة الدولة، بل على الأموال التي سلبت على حساب صحتنا من هذا المطمر. خلينا نعرفوا بلديات جبل لبنان أنه هيدي الشانس الوحيد لإلهم بعد 20 سنة احتلال لأموالهم، أموال الصندوق البلد المستقل. اليوم عندكم شانس ترجعوا تردوا النفايات لإلكم وتعالجوا هيدا الموضوع. المجتمع المدني، الحركة البيئية اللبنانية حاضرة إنه ندرب كل البلديات على الفرز من المصدر وحل هيدا المشكل. خطب أول أيام عيد الفطر المبارك دعت الساسة إلى لجم خلافاتهم وعدم الاستمرار في التعطيل المؤسساتي والإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. توقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر عند مسألة التأزم السياسي، وكرر مواقفه الداعمة للحكومة السلامية، معتبرا أن الرئيس سلام تحمل ما لا تتحمله الجبال. دريان الذي أما المصلين في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بحضور رئيس الحكومة تمام سلام وعدد من الساسة، حمل العماد ميشيل عون من دون أن يسميه مسؤولية التعطيل المؤسساتي الحاصل، وأسف لتحميل البعض المسلمين مسؤولية الظلم اللاحق به، ويصر على اتهامهم بالتطرف والداعشية. نحن أول من قاتل التطرف في الدين وفي السياسة، وسنظل على إيماننا بالاعتدال الديني والاعتدال الوطني والاعتدال الإنساني، ونحن على قناعة تامة أن الذين يعطلون المؤسسات هم الظالمون وليس المظلومين، ونحن على يقين أنهم هم الخاسرون أمام الله والناس والتاريخ والمستقبل. ومع انتهاء الصلاة توجه المفتي دريان وعدد من الحضور إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه. صدق الله العظيم. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا رجاءنا يا سامع دعائنا، تقبل منا ما قرأنا وأوصل الثواب يا رب العباد إلى روح حبيبنا شهيدنا رفيق الحريري.
ومن على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك دعا العلامة السيد علي فضل الله إلى استمرار جلسات الحوار لما في ذلك مصلحة الجميع من دون استثناء، وأشاد بوعي القوى الأمنية وسهرها وتضحيات المقاومة والجيش اللبناني في الحفاظ على أمن المواطنين، كما توقف فضل الله عند الاتفاق النووي الإيراني. استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلالها بتتويج مسيرة طويلة من الصبر والتخطيط والتضحيات أن تفرض هي الحق الذي لها ومن موقع قوة ندية لتلك القوى الغربية، وليس من باب ضعف أو وهن، وهذا ما قد يؤسس إن تم بنجاح واستمر لمرحلة جديدة. ومن المسجد المنصوري الكبير في طرابلس في حضور الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من الشخصيات الطرابلسية، توجه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار إلى المسؤولين السياسيين بالقول إن استمرار التحدي والوعيد والتهديد لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي الذي يربح من الفراغ الدستوري، وشدد على أهمية الحوار في حل المشكلات الوطنية بدلاً من التحدي وحمل السلاح. فإذا جاب الحوار في منطقنا السياسي مع الحزب رغم كل التناقضات، فلما لا يكون الحوار مع الآخرين؟ نحن أمة تسمع وتعقل. مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان دعا في خطبة الفطر من مسجد بهاء الدين الحريري في صيدا في حضور الرئيس فؤاد السنيورة إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ورأى أنه لا يجوز لأي طرف سياسي أن يتلاعب بالمناصفة الإسلامية المسيحية. نؤكد على إنسانية المتهم والسجين ورفض الضرب والقسوة تجاه الموقفين الإسلاميين وانتزاع الاعتراف بالقوة وبالإذلال، بالإسراع بالمحاكمات والإفراج عن المطلوبين عن المظلومين. ودعا سوسان السياسيين إلى لجم حدة خلافاتهم وسجالاتهم التي أصابت البلاد بالشلل ودمرت الاقتصاد وهربت المستثمرين. يتوجه أهالي العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة غدا إلى جرود عرسال للقاء الأسرى، في حين توجه أهالي المختطفين لدى داعش إلى عرسال للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. التفاصيل مباشرة من ساحة اعتصام الأهالي في رياض الصلح مع الزميل آدم شمس الدين. آدم أهلا بك، يعني هل هناك من معطيات جديدة أم أن الأمر يقتصر على يعني على هذه الزيارة على غرار المرات السابقة؟ تفضل. يعطيك العافية رامز. نعم، كما بات معلوما تلقى أهالي المخطوفين لدى جبهة النصرة اتصالا الأمس من مصطفى الحجيري وطالبهم وعرض عليهم زيارة أبنائهم في جرود عرسال، وسيتوجهون غدا إلى جرود عرسال. في التفاصيل قد تكون هذا الاتصال أو هذه الزيارة كما يقول الأهل هي بادرة حسن نية نتيجة حلول الأعياد المباركة وعيد الفطر بالتحديد، ولكن الأهل يؤكدون أن يعني سبب الزيارة قد يكون ربما نقل رسالة إلى أهالي المخطوفين العسكريين، أو قد تكون الزيارة بحد ذاتها هي رسالة لأهالي العسكريين المخطوفين. بموازاة ذلك ومع السماح لأهالي العسكريين المخطوفين بزيارة أبنائهم، وهي بالمناسبة هي المرة الأولى التي يسمح لكل أهالي العسكريين المخطوفين بزيارة أبنائهم في جرود عرسال، وسابقا كان يسمح لبعض الأهالي أو كان يسمح لأفراد من الأهالي بزيارة أبنائهم كلهم على حد. هذه هي المرة الأولى التي توجه العسكريين المخطوفين كلهم لزيارة أبنائهم في جرود عرسال. وبموازاة ذلك ومع هذا النبأ، قرر أهالي العسكريين المخطوفين لدى الدولة الإسلامية التوجه إلى عرسال كخطوة أو كمحاولة لمعرفة مصير أبنائهم والمطالبة بالإفراج عنهم. كان لنا اتصال مع المتحدث باسم أهل العسكريين المخطوفين حسين يوسف، وقد قال لنا أن هذه الزيارة غير مخطط لها، وأنه اتخذ القرار من قبل أهل العسكريين المخطوفين لدى الدولة الإسلامية لمحاولة معرفة إذا ما كان هناك إمكانية بالوصول إلى معلومة أو الوصول إلى يعني إمكانية للإفراج عن أبنائهم. وفي المعلومات الجديد بموازاة ذلك توردت معلومات
معلومات عن توجه الموفد القطري إلى تركيا بعد غياب معلومات عن هذا الموضوع، وهو ما يعيدنا إلى ما كان قد صرح به اللواء عباس إبراهيم الذي يتابع ملف العسكريين المخطوفين، والذي قال منذ فترة أن الملف قد وصل إلى خواتيمه، وأنها يعني أن كل الإجراءات وكل التفاصيل المرتبطه بالشق اللبناني او بالجهه اللبنانيه هي توصلوا الى حل لها، ولكن لم يكن معلوما لماذا يعني هناك بعض العرقله، ولماذا يعني الجبهه النصره او الخاطفين لم يفرجوا على العسكريين المخطوفين حتى الان، يعني مع توارد المعلومات بتوجه المفد القطري الى تركيا وما كان قد صرح به اللواء عباس ابراهيم، قد يكون يتوجه الملف إلى حلحلة قريبة. نعم، على أمل ذلك. شكرا لك آدم شمس الدين، كنت معنا مباشرة من رياض الصبح. أحييكم من جديد. في المملكة العربية السعودية تبنى تنظيم داعش تفجير سيارة عند أحدى نقاط التفتيش في العاصمة الرياض قرب سجن سعودي شديد الحراسة، ما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 2 من رجال الأمن. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في بيان أنه أثناء قيام رجال الأمن في أحدى نقاط التفتيش الأمنية على طريق الحائر في مدينة الرياض بتوجيه قائد إحدى السيارات التي جرى الاشتباه فيها للتوقف، بادر من فيها إلى تفجيرها ما أدى إلى مقتله. وبمباشرة الجهات المختصة تحقيقاتها في هذه الجريمة، تبين من إجراءات التثبت من هوية سائق السيارة أنه المدعو عبد الله فهد عبد الله الرشيد سعودي الجنسية من مواليد عام 97، وقد أقدم قبل قيامه بتفجير السيارة على قتل خاله العقيد راشد إبراهيم الصفيان في منزله بالرياض. وقال مدير سجن الحائر الواقع إلى الجنوب من الرياض لرويترز أن في السجن 1375 شخصا قد أدينوا بصفة أساسية في جرائم تتعلق بالتشدد. وفي بيان نشر على الإنترنت، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن قتل العقيد راشد إبراهيم الصفيان وعن تفجير سيارة بنقطة تفجير قرب سجن سعودي، واصفا إياها بأنها عملية مزدوجة. في زيارة مفاجئة وبعد انقطاع دام نحو 3 سنوات، التقى وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل العاهل السعودي الملك سلمان وقيادات سعودية في مكة المكرمة، وتناول الاجتماع مواضيع الوحدة الفلسطينية والوضع السياسي بالمنطقة. وأكدت مصادر في حركة حماس أن مشعل التقى كذلك رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الفريق بن علي بن عبد الله الحميدان، وكان مشعل قد وصل إلى السعودية مع وفد رفيع المستوى من الحركة لأداء مناسك العمرة، وضم الوفد عضوي المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وصالح العروري. نبقى في السعودية، حيث أدى الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في الحرم المكي الشريف، وقد شارك الملك السعودي الصلاة الرئيس السابق سعد الحريري إلى جانب عدد كبير من المسؤولين السعوديين. وكان الملك سلمان قد ألقى كلمة في وقت سابق أشار فيها إلى أن الأمة العربية والإسلامية بأمس الحاجة إلى التمسك بمبادئها على نحو ما كانت عليه في عصور القوة والمنعة، لتقف في وجه التنظيمات الشريرة منبع التطرف والإرهاب، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بتضافر الجهود وتوحيد الكلمة وتغليب جانب العقل والحكمة لنجنب أوطاننا وشعوبنا هذه الفتن. وقال ديننا دين محبة وسلام يدعو إلى تقبل الآخر واحترامه والتعايش معه. في العاصمة السورية دمشق، أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الفطر في جامع الحمد بحضور مفتي الجمهورية بدر الدين حسون وحشد من المؤمنين. وأشارت وكالة سانا إلى أن الرئيس الأسد شارك في الصلاة بجامع الحمد في حي المهاجرين شمالي غربي العاصمة مع كبار المسؤولين في الحزب والدولة. وظهر الأسد مبتسما ومحاطا برجال دينه، والتقى إمام المسجد وألقى إمام المسجد الشيخ محمد شريف الصواف خطبة العيد، داعيا الله إلى أن يحفظ سوريا وقائدها وجيشها وشعبها وأن ينصرها على الأعداء. وها هم أبناء سوريا اليوم يكتبون تاريخا مجيدا
وهم يتمسكون بأرضهم ويدافعون عن دينهم وحضارتهم ويدفعون عن الإنسانية كلها مكر أولئك الذين أرادوا بالإنسانية شرًّا وحاكوا مؤامرة الفوضى والفساد. اكتب أيها التاريخ في سجلك الذهبي بأحرف من نور أن هذا الوطن وطن الأبطال، وأن سوريا في كل يوم تعلن مجدها وتجدد عظمتها، فكما صنعت دمشق معركة حطين لترد كيد المعتدين عن هذه الأرض ولتصون دينها وحضارتها، يخوض اليوم الجيش العربي السوري معارك الشرف والعزة على كل شبر من أرض هذا الوطن. أعلن دبلوماسي أمريكي أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل على قرار بتأييد الاتفاق النووي مع إيران، اتفاق يضع قيودا طويلة الأجل على البرنامج النووي الإيراني، لكنه يبقي على حظر السلاح وحظر على توريد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وطبقا لمسودة القرار، فإنه سيتم إلغاء 7 قرارات سابقة للأمم المتحدة بشأن إيران عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام إيران بإجراءات معينة. أهلا بكم من جديد. نفذ الجيش اللبناني ليلة أمس عملية تمشيط بالمضادات الحربية في مناطق وادي حميد، الحصن والمصيدة في جرود عرسال، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وألقى الجيش القنابل المضيئة فوق وادي رافق في جرود القاع وعرسال للكشف عن تحركات المسلحين وتحصيناتهم. شيعت مدينة بعلبك في مأتم شعبي الشاب محمد علي عواضة الذي قضى بخلاف عائلي، وناشدت عائلة عواضة وزير العدل أشرف ريفي بتحويل الملف إلى المجلس العدلي وبأن يسلك الملف طريقه القانونية. وكان عناصر مخفر بعلبك قد أوقفوا المختار محمد أحمد عواضة على خلفية إطلاقه النار مساء الأربعاء على الشاب محمد علي عواضة، وأدى إلى مقتله على الفور أمام مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس. وكان المغدور يزور شقيقه حسين الذي أصيب قبل أيام في كتفه على يد نجل المختار حسين محمد أحمد عواضة. في المواقف السياسية، قال رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري أنه بات مقتنعا أكثر فأكثر بأن الحل اللبناني سيكون نتيجة التسويات الخارجية عبر تقريب المسافات بين العواصم المتباعدة بعدما تم تضييع الفرص الداخلية لإنتاج هذا الحل في الفترة السابقة. وأوضح بري في حديث صحفي أنه لم يستبعد التحرك بعد أسابيع باتجاه القيام بدور توفيقي على الصعيد الداخلي، ولفت إلى أنه تلقى مطالبات عربية تدعوه إلى التحرك لتأدية دور توفيقي داخلي. وأشار بري إلى أنه ريثما تتضح له الأمور أكثر بدأ بإجراء بعض الاتصالات التمهيدية منذ ما قبل توقيع الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، مشددا على أن الاهتمام يجب أن ينصب في جانب منه على ما سيكون عليه الموقف من الاتفاق في الكونغرس الأمريكي. كان في النشرة: الأشرفية تشيع جورج الريف ضحية جريمة الجميزي. مطمر الناعم يتحرر من شاحنات سكلين والأهالي يحتفلون بإقفاله. كلام المطمر سكر ولن يفتح بعد اليوم إلا على أجسادنا. أهالي العسكريين إلى عرسال اليوم وإلى الجرود غدا للقاء المخطوفين. المفتي دريان يصوب على عون في خطبة العيد بحضور سلام. أن الذين يعطلون المؤسسات هم الظالمون وليس المظلومين. والأسد يصلي في جامع الحمد بدمشق. الله أكبر. النشرة انتهت، مجدداً كل عيد وأنتم بخير وإلى اللقاء.